السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. بعدما تعرفنا على محتويات علبة الشاومي ريدمي كي 40 النسخة العادية والكي 40 برو، الآن حان دور الكي 40 برو بلس النسخة الأعلى. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. ومع فتح العلبة، أول ما نجده هو هذا الغطاء الذي نجد فيه الكفر البلاستيك ومجموعة الكتب المانوالز الخاصة بالجهاز. بعدها نجد الكي 40 برو بلس، وآخر ما نجده في العلبة هو الشاحن الصاروخي الذي يأتينا بسرعة 33 واط. العلبة هنا تفتقد لشيء فقط وهو السماعات. تلقائي لمن فاته فيديو الانبوكسينج الخاص بالكي 40 العادي والكي 40 برو، ستجدونه على القناة. ايضا مراجعة الاجهزة والاسعار التي تنزل بها في جميع الدول العربية، ستجدون ايضا فيديوهات خاصة بها في القناة موجودة يمكنكم متابعتها. بالنسبة للسعر الرسمي الذي ينزل به الشاومي ريدمي كي 40 برو بلس، يأتينا الجهاز بنسخة فقط تأتينا مع 12 جيجا للرام و256 جيجا للمساحة الداخلية. سعر هذه النسخة حوالي 470 يورو، ما يعادل 570 دولار. سعر ممتاز جدا لكل ما يقدمه هذا الجهاز من قيمة كبيرة مقابل السعر. أصدقائي، وصلنا إلى ختام الفيديو. كان هذا كل ما يخص محتويات علبة وسعر الشاومي ريدمي كي 40 برو بلس قاتل الفلاج شيبس. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.